السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كوين ريم سوبريم. من زمان على المطاعم السريعة بدأت بسلسلة تجارب مطاعم داين إن، بس حاليا شهر أكتوبر نزلت آيتمز جديدة في المطاعم السريعة، فقلت أجرب لكم. تاكو بيل منزل كانتينا تاكو، وأيضا عندنا إيديمز في هذا الفيديو. فقبل ما نبدأ بليز أعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب يا جماعة، وصلنا بالسلامة، ما أخذ آخر turn. Where is it? Oh yeah. What's going on? مرة ما في أحد. أول مرة تاكو بيل فاضي بهذا الشكل. شكلهم مقفلين اليوم. Nobody's here. Okay. What's going on? هنشوف. Hi there. We're sorry, but this location is temporarily closed. Great. Alright, let's go to the second one. Oh, ربي ليش كذا أنا حظي؟ ليش؟ والله يا جماعة إني ما أدري ليش كذا قلت أروح هذا. لا 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 لا، غيرت رأيي في آخر لحظة وجيت هذا اللي مقفل. ليش كذا ليش؟ طيب ما مشكلة، حصل خير، خيرة ما تدرون. Right. أنا سبحان الله هذه حاجة كنت أول مرة أزعل وعصب يا الله أحرك في عصابي، بس الحين كل شيء مكتوب في خيرة. مهما كان المعضلة ولا هذا، لازم نتعلم منها شيء. ما تدرون يمكن هنشوف الآن إيش بيصير في طريقنا، ممكن شيء. أحس ربي جايبني هنا لسبب آخر. بسم الله إن شاء الله خير. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. يا جماعة مرة زحمة. قلت أسألكم شيء للناس اللي عايشين هنا في أمريكا وعندهم أولادهم طلاب في المدارس. أبغى أسأل إذا حصل لأحد فيكم نقل، عملوا نقل لأولادهم من مدرسة لمدرسة ثانية في نفس الديستريكت، أبغى أعرف إيش السبب اللي لا يمكن أنه يرفض. اللي إذا في أحد يقدر يساعدني بليز أكتبوا لي في الكومنتس، لأنه قاعدة أحاول أنقل أولادي، لأن مدرستهم هذه جدا جدا خايسة اللي هم فيها، ما يتعلمون شيء. مرة مصدومة من التعليم هنا صراحة. يعني مو كل المدارس الحكومية تدرس نفس المنهج وتتبع نفس النظام مع الطلاب وكل شيء. كل مدرسة لها نظامها ولها تقييمها ولها طريقتها في التعليم. فالمدرسة اللي درس فيها آدم أونلاين كانت مدرسة في نفس الديستريكت، بس إنها مش القريبة من البيت، لأنه المدرسة اللي قريبة من البيت ما يسووا أونلاين. فكان جدا محظوظ آدم في هذه المدرسة، فحابة إني أنقلهم في هذه المدرسة لأنها مرة ممتازة. آدم تعلم كيف يقرأ وكيف يكتب، يكسر يكتب قصص وهو خرج من التمهيدي. Alright guys، وصلنا للتاكو بيل. الحمد لله مفتوح. This is it. ما أدري الكاميرا أحيانا تكون مرة برايت. هذا هو تاكو بيل. طيب حنطلب طلبين اللي هو كانتينا تاكوز and التشيزي سبايسي بوريتو. نشوف إذا يدون الطلب صح هالمرة. حنقول لها إيش نيو. هلو One moment, ma'am. Okay. I'm sorry, but we're kind of having some technical difficulties right now, so I can't take any orders at this time. However, I can offer you a free drink or freeze. Free drink? Yeah, I can give you a free drink. I'm really sorry. We're just having some computer issues, employee issues, everything issues. Okay. No, I mean, I wanted to eat something, so I'll just go. I can give you like a free crunchy taco. I would like to try the cantina crispy. I'll give you one free cantina taco. I got you. You can pull up. Okay. All right. I'll pay for it. No, it's okay. I can't take cash right now or anything because the system is all messed up. Okay. تديني هو بلاش، لأنه شفتوا كيف ربي جابني هنا عشان أخذ طلب بلاش. شفتوا كيف؟ Thank you, ma'am. I don't know. I feel bad. Like, can I pay for it? It's okay. Sorry for your inconvenience. No, that's fine. Would you like anything to drink? Lemonade or whatever drink. What drink do you have? Something new. If you have something new, just recent. No, I would just do Baja Blast. Whatever.
Okay. Yeah, whatever you choose for me. There you go. Thank you, ma'am. Sorry. No problem. All right, guys. So, وصلنا على أكل free وشراب free. شفتوا كيف لما أقول لكم أصبروا ربي كتب لكم شيء أفضل. سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ شفتوا هذا حدث لايف. أوكي. So هذا هو الطلب. سبحان الله. مرة كان نفسي أطلب اثنين بس مستحي منهم لأنه جعانة وفي نفس الوقت أدوني هو فري فما حبيت إنهم يشوفوني كأني واحدة طماعة دين اثنين. So yeah. يلا anyways. So هذا هو الكانتينا. مستغربة لأنه شكله مو كذا حتى في التقديم يكون في كرتون عادة مو كذا. يعني بس ما أدري شكلهم اليوم مخبصين. هذا هو الكانتينا. أوكي. عبارة عن طبقة لحم في الأول بعدين خاص فيها كريم تشيز وطماط وجبنة. خلونا ندوق. وأيضا طبعا عطوني هذا المشروب الأخضر. نشوف بس نشرب ونسب. بسم الله. واو مليان غازات. ماني عارفة أطلع إيش طعمه. من المشروبات اللي طعمها ملونات. طيب خلونا نبدأ. بسم الله. حيكون حوسة لأنه ما في الكرتون اللي مفروض يجي بيه. أوه جبنة. شايفين جبنة الكرافت؟ انكسر. This is so yum. جدا جدا لذيذ. شايفين الجبنة؟ أول لقمة تحت في الأسفل كلها جبنة. اللي يحب الكرانش. I'm really enjoying this. مرة مستمتعة في هذه الوجبة. للأسف كان ودي اني اجرب برضو السبايسي بوريدو. شوي حوسة. اوكي. This is so yummy. Very delicious. استمتعت بالنكهة. استمتعت بطعم نكهة اللحم. استمتعت بنكهة الجبنة. استمتعت بطعم الشيل اللي هو الشيء اللي ما التاكو نفسه. كان مرة مقرمش ومرة لذيذ. صراحة تنارتان مرة حبيت. بس هذا 1/10. الحمد لله الذي أطعمنا من غير حول منا ولا قوة. أوكي جايز جينا الآن وقت الإيديومز. عندي لكم 2 إيديومز مرة حلوين. أول إيديوم اللي هي
bend over backwards. الجملة هذه تنقال وصف إنه الواحد ينحني قدر الإمكان عشان يرضي أحد أو ينحني بقدر الإمكان عشان يساعد أحد. على سبيل المثال لما أجي مثلاً أمدح واحدة من صديقاتي وأقول إنها يعني she has my back, يعني هذا إديم ثاني she has my back, معناته إنه هي دائماً متواجدة وقت ما أحتاج مساعدتها ودائما تدعمني ودائما تساعدني لما أحتاج مساعدة. ف she has my back. فخلونا نرجع الآن للمثل الأساسي اللي هو bend over backwards, اللي هو ينقال لصديقتك اللي عزيزة مر عليك وتسوي كل شيء عشان تساعدك وتدعمك. تقولي مثلا صديقتي هذه she would bend over backwards to help me with الشيء هذا اللي انت تحتاجي مساعده فيه, or anything in general, يعني بشكل عام في اي حاجه she would bend over backwards to help me. اوكي, هذا المثل الاول. الان نجي للإديم الثاني اللي هو dig in your heels or stick to your guns. الثنتين هذا two idioms هذه نفس المعنى, ومعناها انه الواحد لما يتمسك في رأيه. Let's say for example, هذا مثال انه اهلي كانوا يبغوني اكون دكتورة ولكن انا تمسكت برأيي, but I stuck to my guns, يعني تمسكت في رأيي and became an interior designer or a lawyer, مثلا محامية. فبهذا الشكل يستخدم المثال, وبنفس المعنى تستخدم الجملة الثانية اللي هي dig in your heels, اللي هو زي اللي احفري كعب جزمتك في الأرض, يعني أثبتي على رأيك أو على قرارك. عرفتوا؟ فالمثل يعني يعبر بشكل واضح عن معنى الكلمة أو الجملة. فهذه هي التو إديومز. إن شاء الله أنكم استفدتوا وانبسطتوا معنا اليوم. فبليز لا تنسوا اللي مو مشترك اعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس, ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.